هذه متاجر جدود جدودنا سكنوها. طوال عمرك. الله يزين ملقاه مع الله. والله ينصر الملك. بالنسبة للمحسنين خير جديدك والبلاصة مش كاينة الكارثة الكبيرة. والله ينصر الملك. دابا الفوق فيه الكثير. الله الملك صحته. هنا عندنا في هذه الدوار ديال الدول العرب بعض الرواح. عندنا الله يرحم ليه والديه. جوج عيالات وبنية وولد. والحمد لله الله يرحم اللي مات. الاختيار محتاجين الفراش. الله يستر عليك. سيدنا راه الله يستر. الله يستر. راه لا السلطه المحليه ولا المنتخبين ولا غير راه مزيانين معنا. حيلات كل شيء تروبلو. ما تينا قدينا ندخلوا لهم كل شيء شقوا كل شيء دخلوا والمحيلات كل شيء ما تلا فيهم ما اخفنا منهم. ما تلا فيهم ما نديروا. المحيلات يترقعوا. ويتصاوبوا باش نرجعوا لهم الى تهدن هذا الشيء اللي عطى ربي. هو هذا الشيء اللي شبحتي. شبحتينا غير على المحيلات اشكو الشتا جايه والثلج كيطيح هنا وما خفاك شيء. هنا راه تايطيح فيه الثلج وبارد. هذا راه تقول جبل توكال بارد. انا متقدم الى قعدنا فيه غادي نموتوا هنا في البرد. وهذه وقيت الشتا وقيت الثلج. كيتحت الثلج هنا بالقوة. والله عمل سيدي ربي يجازيكم بخير. امين يا ربي. يبحث علينا الى تقعدت مع خوك المسلم راه غادي يعاونك الله. حنا الرسالة ديالك غادي نوصلوها والناس يشوفوها لانكم راه محتاجين دابا الخيام. الله يجازيكم بخير راه طيح فيه الثلج. وهذه راها بلاد باردة. تقول لي هذا جبل توبكال. تجوها النصارى من الخارج وتجوها راه هي كاتبة لك. ياك سمعت. باردة ما تقعد توقف هنا في الليالي كيطيح الثلج هنا فيه مترو بعض المرات كيطيح مترو ديال الثلج هنا كنقعدو 15 يوم محصورين في ديارنا وكانوا ديار صحاح واليوم إلا طاح لنا هاد الثلج راه أكثر من الزنزال هاد الثلج إلا طاح لنا هنا هاد المدة راه أكثر من الزنزال غادي نموتو هنا بالبرد أو الله ينصر الملك أو الله يرحم محمد الخامس أو الله يرحم الحسن الثاني أو الله يدير البركة في السادس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.